كنعانيو كاملين من مشكل ديال نقص الموتيفاسيون. بعض المرات ما كتبقى حامل دير حتى شي حاجه وكلشي كيطلع لك في الراس، حتى شي حاجه ما كتبقى عندها داك الحلاوه وصافي كتبغي تقلب وتشقلب. المواد ديالك اللي كتوجد كتكرههم، شي حاجه بادي كتعلمها ما كيبقاش عندك ليها الخاطر، شي بروجي الله قلتي فيه حتى هو بسم الله، مره داك الناس اللي كتهضر معاهم ما كتبقاش عندك القناه ليهم، صافي كتعمر ايوا ما بقات معنى للحياه. وفعلا راه ما كانش المعنى في داكشي اللي كدير، حيت كون عطيتي المعنى لاي حاجه كديرها في حياتك ولا ناوي ديرها، علاش باغي نديرها؟ ماشي غير حيت مهمه وخاصني ننجح وغادي تنفعني من بعد، هادو ما كافينش، مازال خاصك. علاش تنقول لك هكا؟ حيت الا قدرتي اليوم تقنع راسك غادي تكمل في هذيك الحاجه واخا يوقع ما عرفت شنو، وغادي ترجع ليها بسرعه. وباش تقنعو راه سبب واحد ولا جوج يقدروا ما يكفيوش. الا قدرتي دير اون ليست وعمرها مزيان، علاش باغي ندير هادي؟ علاش خاصني نفيق بكري؟ علاش خاصني نصلي الفجر في الوقت؟ علاش خاصني نكون متميز؟ علاش باغي ننجح؟ وعلاش وعلاش وعلاش؟ كون اكيد ما غادي تبقى تاثر فيك حتى شي حاجه، لا الظروف اللي عايش فيها ولا اي واحد في المحيط ديالك ولا شي صاحبك يجي يبغي يزعزعك على الحاجه اللي خدام عليها ولا يقول لك تخرب وكتضيع في الوقت وما خداماش، ما غادي يصور لك حتى شي حاجه، حيت بنيتي قناعات جذريه ونفسك براسها باش تبغي تبوحط عليك مره حتى هي غادي تغلب عليها. فخصك دير معنى لاي حاجه كديرها في حياتك، واخا انت تكون كديرها وما عاجبكش ولكن عارف حاجه غادي توصلك، حاول تخلق ليها معنى. المواد اللي كتقرا واخا ما حاملهمش فهما درجه اساسيه، ولا ما وقفتش هاد الدرجه مزيان وبنيتها على حقها وخدمت دروسي ما غاديش ندوز للدرجه اللي من وراها ونكمل الطريق للهدف ديالي، فهما خطوه مهمه. وزيد اسباب اكثر من هذا الشيء، باغي ننجح هاد العام ونتكلاس مع الاولى، علاش نقرا هادي وننجح هادي؟ علاش غادي نزيد مجهود اكثر؟ ننجح بحالي بحال العالم وناخذ الدبلوم في الاخير؟ لا اسيدي، راه خاصني باش نمشي لهاد المدرسه وهاد الجامعه حيت فيها تاطير جيد ومستوى عالي وغادي تمكنني باش حتى انا نكون واعر ونتنافس مع ناس زايدين ونتعلم منهم، ومن بعد غادي نمشي لهنا ولا مشيت لهنا كاينه هادي وهادي. وزيد مازال وسطر على كل حاجه، راه دري صغير اليوم الا قلتي ليه دير هادي وما قنعتيش وما وعدتيش بشي حاجه ولا شي كادو غادي تعطي ليه في الاخر ولا شي حلوه، راه ما غاديش يديرها لك، حتى هو خصو يعرف علاش. فحتى انت خصك تملتيبلي لي بوكوا ولي غيزون ديالك وترجعهم كبار باش حتى انت تكبر تلقى النسخه الجميله ديالك، وديما يكون عندك تطور مستمر وغادي وما كتفرانيش. راه حتى الصلاه الا كنتي كتاديها غير حيت اجباريه وتزاديتي في بلد اسلامي فحتى هي غادي تبقى تعكز عليها وديموتيفا ويلعب بك الشيطان وما تاديهاش في الوقت ديالها. فخصك تعرف مزيان علاش كتصلي ولي بيان في ديالها والحوايج اللي كتحصل عليهم من بعد كل صلاه، باش ما تبقاش ديرها ميكانيكيا بحال الروبو ودايس. بدا تصور راسك في كل حاجه كديرها علاش كديرها من اليوم.